هذا ويعاني سكان شمال غزة أشد المعاناة خلال نزوحهم من شمال قطاع غزة في اتجاه الجنوب. وأعرب النازحون عن معاناتهم حيث أكدوا عدم وجود الطعام أو الماء خلال رحلة نزوحهم إلى الجنوب. الطريق واعرة واعرة زيادة على اللزوم. إحنا يعني هنا اللي شفنا محسنة بين العالم يا أخو. دمار دمار، ما تمش حياة، ما تمش حياة للطير، ما فيش حياة. مستنى الولد وهي قلقنا طالع من الساعة 10 لحتى لنا نجوش. بقول لك بعتقلوا ناس وبعتقلوا شباب بعتقلوا، هذه صارت مش حياة. احنا مشردين طلعنا من غزة زي ما احنا هيك. الوضع سيء جدا، قصفوا مكان، فيش لا مية ولا أكل ولا شرب. يمكن صلنا أسبوعين بدون مية ومدون أكل ومدون شرب. هذا أكثر حاجة بقولها فيها. كلها دمار، اليمين ولا الشمال كلها دمار. فيش منطق، فيش نتفة وانت ماشي، إلا كلها مدمرة. يعني بدك تمشي حتى بتمشي على الرمل، يعني طلع كيف الشبشب تبعك أصفر من الرمل. الرصيف هذا كله مفحر.